طيب احنا طبعا محتاجين ان احنا نبص على الماتش اللي فات، المنتخب الغاني عمل ايه، خصوصا طبعا ان غانا كان ينقصها في وجهة يعني نظري. الراجل قال يعني ان هو ممكن بكره محمد قدوس يبقى موجود. هو بيناور، في وجهة نظري يعني بيناور الشخصية، هو بيناور محمد قدوس موجود اعتقد موجود وهيلعب. بشكل اساسي هو لعب وهيلعب. الماتش اللي فات تقريبا 10 دقايق او ربع ساعه، لا لا ده ما لعبش ما خالص نزلش ولا ايه؟ خالص. هو الماتش اللي فات هو قعد إناكي ويليامز على الدكه، وبدا ب جوردن ايو، وبدا ببانسل طبعا، يعني بانسل وجون ايو حسابات قدام يعني بيلعبونا من ايام ما زمان. كسبناهم وتاهلنا على بانسل ده سريع قوي. صحيح، بس برضه احنا بنتكلم بانسل يعني، يعني لو جبت نفسك من 7 سنين هتلاقي نفسك ده سريع جدا. وجوردن يعني جوردن ايو النهارده 32 سنه وما زال هو بيعتمد عليه. بس 32 سنه ما زال، خلي بالك انت دلوقتي بعد التطور الكبير في كره القدم 32 سنه ده راجل يعني، يعني قدامه لسه سنتين ثلاثه. ماشي، بس يعني اقصده ان هو انا ما فهمتش هو لما قعد إناكي ويليامز، يعني إناكي ويليامز طبعا بنتكلم في فجوه، بنتكلم على لاعب يعني قيمته التسويقيه 29 مليون يورو، يعني صح. مبلغ يعني هو لعيب في 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 كاتيجوري او في حقبه حاجه مختلفه عن بقيه زمايله، بس هو قرر ان هو يقعده على الدكه ونزله في الشوط الثاني. حتى لما نزله ما تفهمش هو لعيب مهاجم صريح ولا جناح، يعني برضه الدنيا ما كانتش مظبوطه عنده. لكن انا اعتقد المنتخب الغاني يا كابتن اسلام بكره هنشوف فيه تغيير في الشكل كله، يعني النهارده منتخب غانا انا اعتقد مع مدير عندهم مدير فني ايرلندي اللي هو هويتون، هو اعتقد بكره في اثنين هيبداوا المباراه بشكل اساسي مع منتخب غانا، ويليامز ومحمد قدوس. محمد قدوس طبعا في نص الملعب، احنا بنشوف طبعا في الدوري الانجليزي حاجه طبعا امارة ميزان، الراجل هو بلاي ميكر، سميه رقم 8 سميه رقم 6 سميه، بيعمل كل حاجه بصراحه، يعني لعيب عنده كم من الامكانيات اللي تخليه يتحكم في وسط الملعب وتخليه طبعا يعمل مشاكل كبيره جدا. على الوجه الثاني طبعا إناكي ويليامز هو طبعا مع اتلتيكو بلباو كان طول حياته بيلعب على في بدايته، يعني كان بيلعب جناح، بدا لما يشوفوا ان هو بدا يبقى عنده الواجبات الدفاعيه بتاخد من واجباته الهجوميه، بدا يتمركز في مركز المهاجم الصريح كمعظم اللعيبه اللي انت بتحاول تشيل زي كهرباء عندنا كده في مصر، يعني بتحاول تشيل من على دماغهم صداع الدفاع. الاثنين دول في وجهه نظري هيمثلوا تغيير واضح في تشكيل منتخب غانا، وضعا في اعتبار ان خط وسط منتخب غانا بصراحه مش زي زمان، يعني النهارده مثلا ثنائيه ادريس وبابا و اشيميرو، مجيد اشيميرو اللي طبعا بيلعب في اندرلخت، أيوة. بصراحه ما اقدرش اقول ان هم وسط ملعب يضاهي وسط ملعب منتخب مصر بعيد. فاحنا لازم نركز على محمد قدوس في وجوده في الملعب وإنياكي ويليامز اذا بدا. بس هضيف نقطه اخيره، لو شفنا إناكي ويليامز في الملعب اتمنى من روي فيتوريا انه يؤمر لعبته ما تعملوش ضغط عالي او ما تعملوش هاي لاين ديفنس، لان احنا لو لعبنا على إناكي ويليامز بدفاع متقدم الراجل ده وانس انه فتح سبرنت بصراحه احنا هنسمع صوته مش هنشوفه. راجل سريع والله. حلوه دي والله، راجل سريع للغايه، واسالوا عنه دفاع برشلونه يعني لازم اي ماتش بيعلم على برشلونه، فالراجل سريع للغايه للغايه. فاحنا نحاول انت كريم انت نعم. ولا حاجه انت عجبك تستمتع ولا حاجه؟ لا لا ما اقدرش اتكلم، لا انت بتضحك، انتوا زعلانين اصلا فانا سايبكم ما بحبش اشمت في الناس اللي بتعد من واحد حاسس انك بتعد من واحد يعني ببقى من جوايا. طيب ثابت اهم نقاط الضعف والقوه وبسرعه جدا في غانا. غانا خدها كده عنوان، وغانا انا بشوف لما اتفرجت عليهم غانا منتخب بيحلق مش بيضغط. يعني ايه بيحلق؟ زي منتخب مصر في موزمبيق بالظبط، بس غانا اكتر. غانا منتخب ما عندوش قلب لعيبته، يعني وحوار لا ما عندوش قلب يعني ايه؟ يعني اللعيبه بتلعب فردي. نعرض الصور ووريكم الصور. ما عندهمش حماس نجيب يا جماعه ما عندهمش حماس وبيحلقوا، عندهم ثغرات كتير. بص ده الجون اللي دخل فيهم، هنعرض حالات كده مع بعض سريعا. هنا البص التسديده وقعت من ايد الحارس، غير ان الحارس بتاعهم يعني مش احسن حاجه بالذات على التسديد، لازم بكره التسديد. بص هنا وقف الصوره دي، بص هنا، بص منتخب بيحلق ما بيعملش ضغط، غير ان انت غير ان هم عاملين دفاع عالي، انت اصلا بتلعب بدفاع عالي ومش عاملين ضغط، وبالتالي في ثغرات كتير بتظهر في المساحات اللي ورا الظاهرين. محمد صلاح وتريزيجيه ده ماتشهم بكره تحديدا، تريزيجيه الباك رايت بتاعهم من أسوأ الباكات الموجوده حاليا، انت لازم تستغل المساحه اللي في ظهره. بص دينيس هنا دينيس اودوي شايف التمريره الطوليه اللي هتتلعبت، هات الصوره اللي بعدها راحت فين؟
بس خلي بالك برضه عشان برضه قدامه بانسل بيلعب قدامه فما بيدافعش كمان. انا دي نقطه مهمه. بانسل اصلا يعتبر راس حربه يعني زي راس حربه بيكام. بص راحت فين؟ في ظهره. وقفه الباك رايت اصلا واقفه غلط. بص هنا راح انفراد. كمل هوريك الصوره برضه بيحلقوا ما بيضغطوش. بص هنا بص الباك رايت بيعمل ايه يا كابتن اسلام. بص مغطي التسلل ازاي وهتتلعب ازاي في ظهره في المساحه اللي ما بين المساك. الحته دي لازم تريزيجيه يستغلها يعني. أوكي. قدر ان هو بص قطع ده كفايه الجون الثاني كمان. والجون هكمل. بص بقى الحالات هنا برضو نفس اللعبه. بص يا كريم المساحه اللي ما بين الاثنين المساكين قد ايه. ده دي عشان كده ان شايف ان غانا لا مش جون ده دي حق من ضمن الحالات. بص المساحه اللي ما بين المساكين هل ده دفاع تقلق منه؟ انت لازم تستغله. هو لو حطها في يعني لو حطها للي قدامه ده كده بالراحه خلاص 1 2 حتى والتاني يقطع يعمل اوفرلاب كده تحرك كتري هنا. بص ده انا بتكلم على ده يعني لو ده لعبها كده هنا يعني ياخد 1 2 يعني انفراد خلاص على الارض انفراد مشيها كده مثلا او ده هيقطع لجوه كده ويجيبها بعيدا عن الكره اللي هناك ده يعني سيبك من ده. انا بتكلم على ده لو لعبها له كده بالراحه خلص ده هيخش يجيب جون يعني صح. يجيب جون من هنا ده بص المساحه حضرتك ما بين المساكين قد ايه؟ الاثنين المساكين. بص الباك رايت داخل لجوه ماشي بس الباك رايت كمان واقف صح هنا واقف صح بس هنا بص المساحه المساحات الموجوده في يعني مش دي غانا بس دي ثغره كبيره جدا غير ان الاثنين الارتكاز مش احسن حاجه يعني غانا تحس ان هم متقسمين فرقتين فريق قوي قوي قدام وفريق ضعيف قوي ورا بس هم لما هاجموا بصراحه كانوا شرسين جدا شرسين من الاطراف لما تخرف النتيجه الأطراف. بس انت يعني كمل الصور هتلاقي نقاط ضعف كتير انت لازم تستغلها لازم روي فيتوريا يشتغل على شايف الثغره قد ايه بص لما اتلعبت هنا اتلعبت هنا وبص يعني في المساحه بص كله واقف فاضي اصلا بص الباك رايت دخل يعني ده بقى فاضي المهاجم ده اصلا مضيع بتاع 3 4 انفرادات اللي في النص ده كمل بقى الصور برده هنا راحت دي تكملتها لما لعبها بالعرض هات اللي بعدها هنا برده انفراد بص رايح انفراد منين بص هما بيلعبوا دفاع عالي فانت عشان كده انا شايف ان ممكن كهربا الشوط الثاني يكون له دور كهربا مش كوكا كهربا ليه لان كهربا عنده سرعات اكتر من كوكا كهربا في المساحات دي يظهر اكتر تمام مع عمر مرموش برضه عمر مرموش لو استغلته في الشوط الثاني ممكن يكون له دور مهم ابدا بيه الاول بقى وممكن طبعا ابدا بس تريزيجيه بيدافع كويس تريزيجيه دفاعيا بيهاجم كويس جدا تريزيجيه ده انا بشوف ان هو لا خلاف على وجوده فتريزيجيه في الحته دي انا عايز اشوف حته ثانيه لعمر يعني انت فاهم عمر ممكن يكون تغييره ما انت لازم المدرب الكبير في البطولات المجمعه لازم يكون له تغيير زي ما كان كده جده موجود في 2010 تغييره تقلب لك الماتش طيب هنا برضو بص المساحات قد ايه يا كابتن اسلام في الدفاع كمل بس يلا هنا برضو بص هنا مفيش ضغط عشان كده سميتهم هم بيحلقوا ما بيضغطوش مدرب بص منتخب المحلقين صح حلوه دي ماشي كمل بص هنا بص قد ايه واقفين فاضي ورا المحلقين يعني ورا فاضيين الثلاثه اللي بيحلقوا اللي بيحلقوا ما بيضغطوش يعني بص ثلاثه بص هنا كره جوه علامه منطقه الجزاء وضيعها صح فاهم لا واقفين بيحلقوا بص هنا كمان هنا المدافع بيترقص بسهوله جدا ده الجون ده ضحك ال 82 ده ضحك السنين الجون ده يعني الجون ده يا جماعه لا مش ده الجون لا والله دي اللعبه اللي قبلها دي اللعبه اللي قبلها مش ده الجون ده اللي قبلها بس هي شبهها شبهها كده بالظبط ما كربونه بص كمل ده الجون بقى الاول يا رب يا فيتوريا تاخد بالك بص كمل هات الجون كان من اوت اصلا بدايته اوت هات اللي بعدها بص اتلعبت المدافع هنا قلش اصلا اترقص ومسكها المدافع تحت رجله الكوره طولت منه بس يعني حته بسيطه جدا قام الثاني لعبها قام الجون طالع بطريقه غريبه قامت ملعوبه الجون فاضي ايه يا جماعه ده؟ بص يعني انت عندك مشاكل دفاعيه لازم تستغلها لازم تستغل طيب